شو رايك بارقامه داني لعماد سعد؟ عماد اليوم فعلا عم بقدم مستوى كتير كبير. بلال ابيض عم يسجل المسافه البعيده، اولى نقاطه بالمباراه للاعب بلال ابيض. بلال فعلا اتى خصيصا من استراليا للمشاركه ب ستيب اهيد سمر ليج. يعني من موسم اللي كان فيه بلال مع حوش الامراء بزحله، بعرف قد ايه هاللاعب فعلا بحب اللعبه وبحب لبنان ويحترف بلبنان. بلال ابيض مسافه بعيده، ثانيه لبلال، ثانيه لبلال. بلال اليوم عم بفرجينا مستوى ثاني. نقطه السادسه كانت للاعب بلال ابيض. و ست نقاط بوقتهم بيرجع فريقه للمباراه.